السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد تلاميذ وتلميذات المستوى الثالث ابتدائي مع مكون القراءة الوحدة الخامسة الأسبوع الخامس مجال الماء والحياة. سنشتغل اليوم على النص التقويمي صفحة 184 والصفحة 185. بداية أقرأ العنوان: البحر الحزين، ثم ألاحظ المشهد وأقرأ النص. ماذا تلاحظون في المشهد؟ نعم، المشهد هنا هو عبارة عن شاطئ للبحر. ماذا تلاحظون فيه؟ أطفال. ماذا يفعلون؟ يجمعون الأزبال والنفايات من الشاطئ. وأيضا رجل يحاول تثبيت الظلة، ولدينا قصور من الرمال وبعض اللعب الخاصة بالبحر. نمر إلى قراءة النص. البحر الحزين. توجهت هدى مع أخيها مجيد إلى شاطئ البحر برفقة جدهما ليستمتع باللعب على الشاطئ ويبني قصورا من الرمال. وعندما وصلوا وجدوا مياه البحر بعيدة عن الشاطئ. استلقت هدى تحت الظلة وأغمضت عينيها تستمتع بنسيم البحر المنعش، وفجأة شعرت بالمياه تبلل قدميها فهمست في سعادة. أيها البحر الجميل، هل عدت إلى الشاطئ من جديد؟ نعم، وأخبرك أنني بحر حزين وأشعر بالغضب الشديد من الناس. ولماذا أنت غاضب من الناس؟ إنهم يحبونك ويزورونك كل صيف. أنا أيضا أحبهم، لذلك أغمرهم بمياه الزرقاء وأرطب لهم الهواء بنسماتي وأحمل لهم خيراتي من سمك وأصداف. أفعل ذلك كله من أجلهم، ولكنهم لا يحافظون علي. انظري حولك حينما أبتعد عن الشاطئ وتفهمين سبب حزني. نظرت هدى إلى الشاطئ فرأت أكواما من النفايات وأغلفة الحلويات وزجاجات العصائر الفارغة، ففهمت ما يعنيه البحر، وعلى الفور بدأت بجمع أكياس المخلفات والقمامة، ونادت على أخيها والأطفال الآخرين لمساعدتها، وقالت: لنجعل هذا البحر سعيدا ومسرورا، وشاطئه جميلا ونظيفا. إذن سأكتفي بقراءة واحدة للنص، ثم سأطلب منكم قراءته قراءة جيدة وسليمة مع احترام علامات الترقيم. الآن نمر إلى الصفحة 185. نمر إلى الصفحة 185 للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالنص. أولا سنبدأ بالسؤال الأول: أضع علامة أمام الشرح المناسب لكل كلمة. برفقتي، هل تعني بجواري أم بصحبتي؟ برفقتي، نعم تعني بصحبتي. إذن ذهبت إلى السوق برفقتي والدي. استلقت، تعني تمددت أم نهضت؟ نعم تعني تمددت. استلقت هدى على الرمال أو تمددت هدى على الرمال. يشيد، تعني يبني أو يهدم؟ نعم تعني يبني، يشيد قصورا من الرمال أو يبني قصورا من الرمال. يعنيه، هل شرحها يكرهه أم يقصده؟ نعم يقصده. ثانيا، ألون خانة الكلمة التي ليست من عائلة ظلة. ظل، ظلال، ظلام، مستظل، يستظل. نعم، ما هي الكلمة الدخيلة أو الكلمة التي ليست من عائلة ظلة؟ نعم هي كلمة ظلام. نعم ألونها.
ثالثا أملأ خريطة كلمة مسرور. مسرور ما نوع الكلمة؟ اسم، فعل أم حرف؟ نعم هي اسم. ما مرادفها أي معناها؟ مسرور يعني فرح. ما ضدها؟ ضد مسرور حزين. نعم. تركيبها في جملة، في جملة كل واحد منكم يركب كلمة مسرور في جملة. أنا سأعطيكم جملة وهي أنا مسرور. بعودتي إلى المدرسة. أنا مسرور بعودتي إلى المدرسة. الفهم القرائي. أجيب، مع من توجهت هدى إلى الشاطئ؟ مع من توجهت هدى إلى الشاطئ؟ نعم، توجهت هدى مع أخيها مجيد إلى شاطئ البحر برفقة جدهما. أين استلقت هدى؟ أين استلقت هدى؟ طبعا نستخرج الأجوبة من النص. استلقت هدى تحت الظلة. استلقت هدى تحت الظلة. لماذا كان البحر حزينا؟ لماذا كان البحر حزينا؟ نعم، قال لها البحر إنني بحر حزين. لماذا أفعل ذلك كله ولكنهم لا يحافظون علي؟ انظري حولك حينما أبتعد عن الشاطئ. وأيضا نظرت هدى فرأت أكواما من النفايات وأغرفة الحلويات والزجاجات العصائر الفارغة. إذن وفهمت ما يعنيه البحر. إذن لماذا كان البحر حزينا؟ كان البحر حزينا بسبب الأزبال والنفايات التي يتركها الناس على الشاطئ. أو كان البحر حزينا لأن الناس لا يحافظون على نظافته بل يرمون النفايات والأزبال على الشاطئ. لماذا نادت هدى على الأطفال؟ لماذا نادت هدى على الأطفال؟ نعم، نادت على أخيها والأطفال الآخرين لمساعدتها وقالت لنجعل هذا البحر سعيدا ومسرورا وشاطئه جميلا ونظيفا. إذن الجواب نادت هدى على الأطفال لمساعدتها في جمع النفايات حتى يعود البحر سعيدا وفرحا. الآن نمر إلى السؤال رقم 4. ألون قرص التكملة المناسبة. البحر غاضب من الناس بسبب اللعب برماله، اللعب بمياهه، تلويث مياهه. نعم، البحر غاضب من الناس بسبب ماذا؟ نعم، بسبب تلويث مياهه. بسبب تلويث مياهه. نادت هدى أخاها من أجل، من أجل اللعب، تنظيف الشاطئ، السباحة. نعم، نادت هدى أخاها من أجل تنظيف الشاطئ. نعم، من أجل تنظيف الشاطئ. خامسا، أرتب الأحداث الآتية بالأرقام من 1، 2، 3، 4 حسب تسلسلها في النص. إذن أخبر البحر هدى أنه حزين، توجه الجد وحفيداه إلى البحر، شعرت هدى بالمياه تبلل قدميها، بدأت هدى بجمع ما يلوث الشاطئ. نعم، الجملة الأولى أو الحدث الأول هو توجه الجد وحفيداه إلى البحر. نعم، الحدث الثاني
شعرت هدى بالمياه تبلل قدميها. الحدث الثالث، أخبر البحر هدى أنه حزين. وأخيرا، بدأت هدى بجمع ما يلوث الشاطئ، وهو الحدث رقم 4. إذن أتمنى منكم قراءة النص قراءة جيدة حتى تتمكنوا من فهمه وقراءته أيضا جيدة قراءته جيدا بدون أخطاء. إلى اللقاء في الحصة القادمة.